ايه اللي ما شفناهوش في حلقة فيفي عبده؟ فيفي عبده تقريبا انتوا شفتوا النص ولا النص ولا حاجة فيفي من عبده الحلقة. حلقة فيفي عبده بجد يا جماعة هي كانت يعني انا بالنسبة لي كانت صريخ ضحك. انا كنت بقع من على الكرسي من الضحك، ما كنتش قادر. وكلها تيت، كلها بلا استثناء تيت. يعني في حاجات اقول يا رب طب دي هتتذاع ازاي، طب ان شاء الله يعني نلاقي حاجه بعد كده تتذاع. كلها تيت. ما فيش كلها من اولها لاخرها تيت تيت تيت. هي كانت خايفه قوي بقى، كانت ايه طلعت كل لا 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 لا, لا في عبده دي حكايه، دي تدرس. وست بصراحه يعني الست دي مش مجرد فنانة استعراضية وممثلة ونجمة وبتاع، فيها حاجة سبحان الله كل الطبقات بتحبها. يعني كل الناس مستوعبين فيفي عبده، صح. الفقير والغني، الناس اللي عندهم لغات والناس اللي ما عندهمش لغات، الناس اللي هم شعبيين والناس الارستقراطيين، الكل يعشق فيفي عبده. حلقتها نجحت نجاح رهيب جدا يعني. بس على كم التيت كان كتير قوي. يعني كان نفسي نعدلها حاجه، يعني حاجه كده ما